يغادر حجاج بيت الله الحرام غير المتعجلين اليوم المشاعر المقدسة بعد استكمال مناسك الحج بطواف الوداع حول الكعبة المشرفة. وكان المتعجلون من الحجاج غادروا يوم أمس الديار المقدسة متوجهين إلى بلدانهم أو إلى المدينة المنورة بعد أن قضوا ثاني أيام التشريق في منى وتمكنوا من رمي الجمرات الثلاث بيسر وسهولة وأدوا طواف الوداع. وتشهد الطرق السريعة التي تربط مكة المكرمة بالمدينة المنورة وجدة والمدن السعودية الأخرى كثافة كبيرة في الحركة، يواكبها تواجد كبير للدوريات المرورية وعناصر الشرطة السعودية ضمن خطة مرورية شاملة لتسهيل حركة المرور.